هل تأخذ طفلك إلى المرحاض في منتصف الليل وتقلص من كمية شرب السوائل قبل النوم لتجنب التبول اللا إرادي؟ هل سئمت من الأجهزة المزعجة، أجهزة إنذار غير فعالة وأدوية وحفاظات التدريب؟ هل أنت يائس وتبحث عن حل حقيقي؟ إذا كان كذلك فأنت بحاجة إلى ثيرابي. نجح الدكتور ساجي، وهو خبير مشهور عالمياً في مجال التبول اللا إرادي، في علاج عشرات الآلاف من الحالات منذ عام 1984. وجد الدكتور ساجي أنه في معظم الحالات لا يعد التبول اللا إرادي مشكلة طبية أو نفسية، ولكنه ينبع من النوم العميق. طور الدكتور ساجي علاجاً فريداً يتكيف شخصياً مع المريض، يتكون من العلاج السلوكي الإدراكي والتمارين ومدى الاستجابة وغيرها من التقنيات. تقدم عيادات الدكتور ساجي العلاج بأحدث الأجهزة في جميع أنحاء العالم المصممة لتفعيل آلية التحكم في المثانة. العلاج مناسب للأطفال فوق سن الرابعة ويستغرق من 3 إلى 5 أشهر. تزيد معدلات نجاح العلاج عن 90%. من الآن فصاعداً الحل النهائي في مجموعة ثيرابي التي ستصل إلى منزلك مباشرة من العيادة. تتضمن مجموعة ثيرابي برنامجاً تفاعلياً وشخصياً بالإضافة إلى جهاز متقدم سهل الاستخدام كما هو الحال في عيادات الدكتور ساجي. جهاز ثيرابي هو الأكثر تقدماً وأماناً وفعالية في السوق. لا يتم توصيله بجسم الطفل ولا يوجد به جهاز إرسال، لذلك لا يوجد خوف من التعرض للإشعاع أثناء استخدام الجهاز. إنه آمن 100%. البرنامج تفاعلي، يقدم علاجاً شاملاً يمنح الطفل تقنيات تعليمية متنوعة للوقاية من التبول اللا إرادي. يتلقى الطفل علاجاً شخصياً وفقاً للمعايير الشخصية التي يقدمها الوالدان. يقود الاجتماعات طبيب نفسي محترف يخاطب الطفل كما لو كان في جلسة علاج خاصة. بفضل البرنامج الفريد ينتقل الطفل من مرحلة إلى أخرى بدعم كامل من الطبيب النفسي حتى يتخلص الطفل من التبول اللا إرادي تماماً. الإشراف المهني مع الجهاز المتقدم هو الحل الحقيقي لمشكلة التبول اللا إرادي. يقدمه الدكتور ساجي، أشبه بجلسة علاج في عيادته. إذا كنت ترغب في ترك مشكلة التبول اللا إرادي وراءك، لا تنتظر، قم بشراء ثيرابي وأتح لطفلك بالاستمتاع بليالي يسودها السلام وجافة للأبد.